تفاصيل اهم اخبار النادي الاهلي من على مواقع الانترنت، وهنبتدي بالموقع الرسمي للنادي الاهلي اللي قال ان اعلن مارتين لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي قائمه الفريق اللي هتسافر للجزائر بكره ان شاء الله يوم الثلاث، استعدادا لمواجهه شبيبه الثوره الجزائري في الجوله الثانيه لدور المجموعات في دوري ابطال افريقيا، والمحدد ليها باذن الله يوم 18 من الشهر الجاري. ضمت القائمه 19 لاعب وهم شريف اكرامي، محمد الشناوي، علي لطفي، محمد هاني، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، علي معلول، عمرو السليه، حمدي فتحي، كريم ندفد، محمد شريف، احمد حمودي، ناصر ماهر، وليد سليمان، رمضان صبحي، حسين الشحات، جونيور اجاي، ميدو جابر، واسلام محارب.